عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ده General Data Show Revision للموديول 104. زي ما اتفقنا الشرايح الموجودة دي بتاعة التست بس، لكن الامتحان ممكن يجي من الشرايح بتاعة الشرح. أول سيستم هنتكلم عنه النهاردة هو الليمفاتيك سيستم. عندي شريحة، عندي الليمف نود والسبلين والثايمس والتونسل. لما بشوف شريحة الليمفاتيك تيشو بلاقي حاجة كاركترستيك وكومن جدا اللي هو الليمفوسايتس. أول حاجة عندنا الليمف نود. الليمف نود معمولة من ستروما اللي هي الكبسول والترابيكولي والريتيكولار كونكتيف تيشو اللي هي مش باينة لأنها متتصبغ بالسيلفر، معمولة من ريتيكولار سيل اند فايبر. البارينكما، معمولة من ايه؟ اوتر كورتكس اند انر ميدل. في الديب كورتكس في عندي حاجه اسمها البارا كورتكس. طيب الاوتر كورتكس بيبقى عندي كورتيكال فوليكل وساينسز، والفوليكل نوعين برايمري وسكندري. ايه الفرق ما بين البرايمري والسكندري؟ يعني هي غالب الشريحة هنا سكندري، لكن مثلا ده ممكن ايه، ده برايمري تمام وده برايمري. البرايمري لينف فوليكل معمول من انكتيف بي لينفوسايت، عندي انكتيف بي لينفوسايت الى جانب بقية الخلايا تمام. طيب السكندري فوليكل البي لينفوسايت بتبقى اكتيفيتد، لما بتبقى اكتيفيتد بتكبر والنواة بتفتح تمام، فبيبان اريا فاتحة في النص بنسميها الجيرمينال سنتر، يبقى فيه البي لينفوسايت، البلازما سيل، البلازما بلاست، الماكروفيج تمام. طيب الباراكورتكس دي منطقة اسمها الثايمس ديبندنت زون. احنا عارفين ان التي لينفوسايت بتطلع من البون مارو محتاجة تتعلم، يحصل لها education. education ده بيحصل فين؟ في الثايمس جلاند. بعد ما بيحصل لها education تقدر الخلية تتعرف على النفس ومتعملهاش reaction، وتقدر تتعرف على الغير. هنا التي لينفوسايت تبقى competent وبتروح تترشق في مناطق بنسميها الثايمس ديبندنت زون. في الليمف نود بنسميها الباراكورتكس، دخلت عن طريق البوست كابيلاري فينيول اللي هو لاين باي سيمبل كيوبيكال ايبيثيليوم تمام. طيب الساينس، قال لك الساينس ده الممر او المجرى اللي بيمشي فيه الليمف. انت عارف ان الافرنت ليمفات فيسلز، بيخش من على السيرفس هنا، والافرنت بيطلع من عند الهايلم تمام. طيب هيخش على ايه؟ على ممرات. الممرات دي اسمها ساينسز، والساينسز في عندنا كورتيكال وميدالوري، والكورتيكال في عندنا السب كابسولر والترابيكولر، والميدالوري بتوين ذا ميدالوري كوردز والترابيكولر. طيب لاين باي ايه؟ لاين باي اندوثيليوم اند ماكروفاج. تمام، يبقى ده الكبسول ترابيكولي ساينسز، ترابيكولي هنا برضو، والترابيكولي في المضلة بيبقى irregular. الكورتكس الفوليكلز برايمري وسكندري، الباراكورتكس ما بين الكورتكس والمضلة بيبقى فيها تي لينفوسايتس. عبارة عن ايه؟ ده الكبسول نمرة 6 تمام. نمرة 8 بيبقى الساينس اللي عند الترابيكل اللي بنسميه ترابيكلر ساينس تمام. نمرة 7 ده السب كابسولر ساينس اوكي. طيب نمرة 5 دول الليمف فوليكل، طيب ملاحظين ان دهيت
primary وده هي secondary وده هي secondary. عرفنا secondary ازاي؟ في germinal center اللي فيه activated B lymphocyte بتبان ايه افتح. تمام تمام نعتبر طبعا ان ده الكورتكس ونمرة 2 الباراكورتكس ونمرة 3 الميدلة والميدلة فيها الميدلري كوردز اند ساينسز الميدلري كوردز اند ساينسز. تمام الميدلري كورد رقم 4 والميدلري ساينسز اللي هي رقم 9 يبقى ده ستروما. تمام الكبسول الكورتكس في الليمفوليكلز والساينسز سب كابسولر وترابيكولر والفوليكلز في عندنا البرايمري والسكندري الباراكورتكس اللي ما بين الكورتكس والميدلة او الديب كورتكس فيها التي ليمفوسايت والميدلة ميدلري كورد وميدلري ساينس الترابيكولي اللي موجودة في الميدلة بتبقى الريكولر وان ذاتس اوف ذا كورتكس بتبقى ريكولر. سبلين السبلين ده اورجن معمول من ستروما وبارينكما. الستروما معمولة من كبسول وترابيكلي وريتيكولر كونكتيف تيشو والبارينكما معمولة من حاجة اسمها وايت بولب اند ريد بولب. اللي يميز الستروما بتاعة السبلين وجود سموث ماسل ان ذا ترابيكلي اند ذا كبسول. ليه؟ قلنا سبحان الله السبلين بيتخزن فيه دم in emergency لما بيحصل نزيف او حاجه بيحصل vigorous contraction كاني بالظبط عندي سفنجه مليانه ميه لما افعصها جامد الدم اللي موجود فيها بيروح للسيركيليشن حاجه اسمها كانها اوتو بلاد ترانسفيوجن. تمام طيب هنبص بقى نمره 7 دي الترابيكولي قلنا فيها كونكتيف تيشو معاها سموث مصر كولاجين فايبرز ومعاها سموث مصر. تمام طيب ايه بقى الوايت بالب؟ الوايت بالب هنا الوايت بالب سموه وايت ده في الاناتومي في التشريح لما نيجي نبص بنلاقي الكتله دي بيضه وحواليها الاحمر فسمينا ده وايت بالب وده ريد بالب. طيب بيبقى عباره عن ايه؟ في النص بيبقى عندي جيرمينال سنتر اللي هي اكتيفيتد بي لينفو سايت اللي هي بلازما سيل وبلازما بلاست. نمرة 2 الفوليكولر زون ده بي لينفو سايت اغمق يبقى هي الان اكتيف. نمرة 3 المارجينال زون ده بيبقى فيها ماكروفيجز ونمرة 4 ده المنطقة اللي حوالين السنترال ارتريول اللي هو 5 بنسميها البيري ارتريول ايه ارتريولر اريا او الثايمس ديبندنت زون اللي بيبقى فيها تي ليمفوسايت. Between the white pulp and the trabeculae في عندي الريد بالب اللي هو معمول من ال Roth quartz and the blood sinusoids. الثايمس الثايمس ايه اللي بيميزها؟ فيها لوبيولز الثايمس فيها لوبيولز. تمام واللوبيولز دي يا ولاد الترابيكري ممكن ما بتبقاش كامله تقسمها لي لوبيولز كامله يعني مثلا ده لوبيول مثلا هنا مش الترابيكري مش واصل قوي. تمام يبقى نمرة واحد ده الثايمس ثايميك لوبيول. الثايميك لوبيول من بره بيبقى فيه الليمفوسايتس كتير كتير وبتبان غامقة فبنسميه the outer cortex. المضلة بيبقى less lymphocytes دول خلاص المتعلمين الليمفوسايتس بيبقوا less واللي واضح قوي الريتيكولر epithelial cell. تمام نمرة واحد الثايميك لوبيول، نمرة 2 the cortex، نمرة 3 الميدلة، نمرة 4 ده حتة من الكبسول، ونمرة 5 الترابيكلي اللي قلنا ممكن يقسمها لي لوبيولز وممكن تبقى incomplete lobules. طيب تعالوا بقى نمتحن نفسنا، تعالوا نمتحن نفسنا. اتفقت شفت حاجة زرقاء أنا الليمفاتيك تيشو أنا الليمفاتيك تيشو. تمام هو فاضل كده عندنا البلاتين تونسل سهلة جدا. تمام فكأننا دلوقتي دخلنا الامتحان شايفة ليمفوسايتس قدامنا حاجة من أربعة يا ليمف نود يا سبلين يا ثايمس يا تونسل أعمل إيه؟ أنا هنا شايفة الكبسول وشايفة الترابيكري وشايفة هنا الأوتر كورتكس يبقى ده ليمف نود يبقى ده ليمف نود. تمام ده الكبسول اليالو تريانجل ده الكبسول
تحت الكبسول السب كابسولر لينف ساينس، سب كابسولر او الكورتيكال لينف ساينس. طب لو انا شاورت شويه هنا ده هيبقى الترابيكولر، تمام. اي ده لينف فوليكل. بي سبيسيفيك، ايه رايك ده برايمري ولا سكندري؟ ها سكندري، ليه؟ عشان فيه جيرمينال سنتر. طب حرف البي ده ايه يا اولاد؟ ده الكورتكس. طيب ايه ده؟ ليمف نود. عرفنا منين الليمف نود؟ اوتر كورتكس وانر ميدل. الميدل يا اولاد بتبقى واضحه قوي، عامله بيبقى الترنيتنج روز ازرق غامق مع فاتح اللي هو الميدلري كورد والميدلري ساينس، تمام. هي بس الشريحه محمره شويه. طب الاوتر كورتكس في ايه؟ في ليمف فوليكلز. اغلبيه الليمف فوليكلز هنا، مين شاطر يقول لي دي برايمري ولا سكندري؟ دي سكندري ليمف فوليكل. الجرين ستار بوينتس اليمين للمظلة، والأورجن ده يا ولاد الليمف نود. طيب التلات رسومات دولة لحاجة واحدة، التلات صور دولة لحاجة واحدة، ايه هي؟ انا شايفة ليمفوسايتس، يبقى انا ليمفاتيك أورجن. ايه رأيك؟ اوتر كورتكس وانر ميدلا، اذا انا فين؟ انا في الليمف نود. كبرت الكورتكس في الصوره دي وكبرت الميدلا في الصوره دي، تمام. الغشاء اللي من بره ده الكبسول، الغشاء اللي من بره ده الكبسول. السهم الاسود ده عباره عن السب كابسولر ليمف ساينس، تمام. الخط الازرق ده ال outer cortex والاصفر الانر ميدل. السيركل الخضراء دي lymph follicle. انهي lymph follicle، primary ولا secondary؟ ها secondary. ليه؟ لان عندي الجيرمينال سنتر بيبان فاتح، تمام. A is the medullary cord و B is the medullary sign. فاكرين لما قلت لك عامله زي موج البحر، ازرق غامق وازرق فاتح، واضح قوي وتحفه هنا، جميلة جدا. الميدالري كورد والميدالري ساينس، تمام. طيب يبقى كده خلصنا الشريحة دي. هنبص تاني، ده الكبسول، هنا الترابيكولر ساينس، ده الترابيكولي، تمام. هنا السب كابسولر كورتيك الليمف ساينس، هنا قلنا كورتكس وميدالا، ايه ميدالري كورد، بي ميدالري ساينس. طيب لو انا جالي الصوره مثلا دهيت وقلت لك identify the section، قلت لي lymph node، لو سالتك visible feature of identification تقول ايه؟ انا شايف outer cortex وinner medulla. الكورتكس مثلا شايف فيه lymph follicle secondary مثلا، اي حاجه visible feature، اي حاجه انت شايفها في الصوره عرفتك ايه هي. الصورة دي يا ولاد أنا شايفة ليمفوسايتس، يبقى واحدة من الأورجنز بتاعتنا. طب أرينجمنت إيه؟ عندي وايت بلب وريد بلب، عندي ثيك كبسول وثيك ترابيكل، تمام. يبقى this is a section in the spleen. The red arrow points to the capsule. The blue circle white pulp. The green arrow مشاور على ال central arteriole. كل دول يا ولاد central arteriole. Okay. Numbers 1 the germinal center, 2 follicular, 3 marginal, 4 periarteriolar or the thymus dependent, 5 central arteriole, 6 splenic cord, 7 the trabec. شايفة الليمفوسايتس دي واحدة من الأربعة. arrangement ازاي؟ اللوبيولز فيها لوبيولز، في لوبيولز كومبليت وفي انكومبليت، تمام. اوتر كورتكس وانر ميدل، والكورتكس غامقه والميدله فاتحه. This is a section in the thymus. The black arrow ده الكبسول، واليالو ده الترابيكولي، والريد لاين الكورتكس، تمام، والجرين ده الميدل. طب ايه ده يا ولاد؟ ده حاجه اسمها الهاسل كورباسل. ما هو الهاسل كورباسل؟ دي جنريتد اسيدوفيليك الريتيكولار ايبيثيليال سيل، حواليها الريتيكولار ايبيثيليال سيل سليمة،
فيزيكولار نيوكليس اهو وبرومننت نيوكليولاي. طب مين الخلايا اللي موجوده بره الهاس الكورباسل؟ ده الليمفوسايتس. تمام، هنا very characteristic. السكشن ده very characteristic. السكشن ده يا ولاد ليه palatine tonsil. احنا عندنا palatine وpharyngeal اللي هي الادينويد واللينجوال. ايه اللي يميز palatine tonsil؟ وجود الكريبت، وجود الكريبت. اللايننج epithelium بتاع الكريبت non keratinized stratified squamous epithelium. عندي mucus glands. الميوكس جلانز دهيت بتطلع ميوكس سكريشن عشان تيجي تغسل الكريبت، بس للأسف بتغسلها من عند التوب، فبيبقى فيه ديبرس موجود، فبيبقى commonly infected. تمام، لكن اللينجوال تونسل الضغط بتبقى at the bottom، فبتعرف تنظف الكريبت، فهي أصلا ما بيحصلهاش infection، وإحنا أصلا يعني ما كناش نعرف إن هي كمعلومة لأنها مش بتبقى infected. إحنا بنعرف اللي إحنا متعودين عليه البلاتين تونسل هو اللي بيبقى انفكتد. ليه؟ لان الميوكس اسينايد دهيت الانبوبه بتاعتها بتفتح at the top of the crypt. تمام، طيب الحمايه بيبقى عباره عن الليمف فوليكلز اللي هي either فوليكلز او ديفيوز ليمفوسايت. فوليكلز او ديفيوز ليمفوسايت. طيب عرفت منين؟ عرفت منين ان ده هو بلاتين تونسل؟ اي حاجه من اللي احنا قلناها تمشي. This is a section in palatine tonsil. The epithelium non-keratinized stratified squamous. The red arrow is the crypt. The blue arrow points to the epithelium. The red arrow, the red circle, lymphatic follicle, while the green star is the diffuse lymphocytes. تمام. نفس القصة، ده palatine tonsil اللي واضح مين فيه هنا الكريبت وهنا الايه الابيثيم. طيب لو انا قلت لك اديني visible feature of identification، ينفع تقول لي mucus gland؟ هي component من palatine tonsil، لكن انا بقول لك visible. visible يعني حاجة انا شايفاها فعرفتها منها. انا عرفتها من ايه؟ من الابيثيليوم والكريبت. تمام، دول ايه يا ولاد؟ دول الليمف follicles اللي هم اغلبيتهم هنا secondary lymph follicles. تاني الشابتر التاني في الموديول هو السيركيولاتوري سيستم، هندرس فيه البلاد فيسلز، والبلاد فيسلز دي بتشيل الدم either oxygenated او deoxygenated. تمام، عندي انواع من البلاد فيسلز، عندي الارتريز والفينز وعندي الكابيلوريز. arteries وveins وكابيلوريز. والarteries في منها large arteries الelastic زي الأورطة، والmedium sized arteries والarterioles. الveins عندي large veins زي inferior وsuperior vena cava والmedium sized vein والvenules. والcapillaries اللي بيحصل فيها الgas exchange، ودول عندنا الcontinuous والfenestrated والblood sinusoid. هندرس ايه في الداتا شو؟ هندرس الأورطة medium sized artery and vein. احسن طريقة ان انا اذاكر بيها الفيسلز وما تلخبطش، انا عندي في الداتا شو الأورطة والميديم sized artery والميديم sized vein، عشان ما تلخبطش ما بينهم اسأل نفسي ازاي الفيسل ده adapted to do its function. طيب الفاسل ده هو انا شايفه ان المين كومبوننت بتاعته اللي هي في النص اللي اسمها التونيكا ميديا الاستيك فايبرز او الفينستريتد الاستيك ممبرين. يبقى الفاسل ده هو اورطه، الفاسل ده هو اورطه. الفاسل معمول من تونيكا انتما وميديا وادفنتيشيا. الانتما اندوثيليوم وسب اندوثيليال تيشو. الانترنال الاستيك لامينا نون كلير لانها مش تاهت، ما تاهت مع الفينستريتد الاستيك ممبرين اللي موجود في الميديا. اللي بيلعب دور البطوله في الميديا هي الفينستريتد الاستيك ممبرين، وفيها سموث سيركلري ارينجد سموث ماسل. تمام، والادفنتيشيا بتاعتنا بيبقى فيها بلاد فيسلز اسمها فازا فازورا عشان تسبلاي اللور الاوتر بارت اوف ذا فيسل. تمام، ليه سمبل سكويم عشان سموث
وإن أنا أعمل diffusion للأكسجين والسب إندوثيريال فور سبورت. والإلاستيك ممبرين هنا ليه؟ لأن الأورطة left ventricle الضغط عالي، فإيه اللي يستحمل الضغط ده؟ الفينستريد الإلاستيك ممبرين. طب ليه الإلاستيك ممبرين فينستريتد؟ عشان أسبلاي الوول with nutrition. يعني أنا لو أنا عندي حتة قماشة ستريتش ونزلت عليها مية، المية مش هتخترق القماشة، فلازم تكون الممبرين نفسه فينستريتد. الصورة هنا بيقول لك identify this section. أنا عرفت إن أنا blood vessel أنه واحد. طيب أسأل نفسي سؤال، التونيكا ميديا مين بيلعب دور البطولة؟ الإلاستيك فايبرز، يبقى ده فينستريتد إلاستيك ممبرين، يبقى الصورة ده هي أورد. تمام. السهم الأصفر ده الإنتما واللي معمولة من إندوثيريوم سب إندوثيريال كونكتيف تيشو. السهم الأزرق التونيكا ميديا اللي معمولة من فينستريتد إلاستيك ممبرين. أما وشوية سموث مصر فينستريتد إلاستيك ممبرين، تمام، وسيركلي أرينجد سموث مصر. التونيكا أدفنتيشيا ذا لوز كونكتيف تيشو كونتينينج لونجيتيودنال كولاجين فايبرز اللي بتمنع الأوفر ديستنشن، وفي شوية إلاستيك فايبرز فور يبقى فيه شوية برضه ديستنشن، وعندي بلاد فيسلز اللي هي بتسبلاي النص الخارجي من الأورطة بالنيوتريشن. النص الأولاني ده هو بيجي له نيوتريشن من الدم اللي موجود جواه في اليومن، تمام، وبيحصل له ديفيوجن وبيتحرك عن طريق الفينستريت الاستيك ممبرين. اما الجزء النص التحتاني النص البراني بيبقى سبلايد بالفازا بازورم اللي هو بلاد فيسل في الادفنتيشيا بتاعه الاورت. وقلنا الخط الاخضر ده الادفنتيشيا، يبقى اللي بيلعب دور البطوله الفينستريتد الاستيك ممبرين. سو انا اورتو، يعني انا لما اقول لك فيزيبل فيتشر اوف ايدنتيفيكيشن فينستريتد الاستيك ممبرين. تمام. هنا انا شايفه برضو الفينستريتد الاستيك ممبرين الاستيك فايبرز تحفه واضحه جدا لانها مسبوغه بسبيشال ستين اللي هي اسمها الاورسين. ده سبيشال ستين للالاستيك فايبرز، بتبان اسيدوفيليك بالهيماتوكسلين اند ايوسين. الايوسين بيديها اللون البينك، بس بتبقى لونها واضح جدا والزجزاج بتاعها واضح قوي في الاورسين. يبقى this is a section in the aorta stained by ursine to visualize the elastic fiber. the yellow arrow الانتما او الاندوثيليوم ولير marked by the blue line هي الميديا والريد arrows دي الفينستريتد elastic membrane. أورطة مسبوغة بالأورسين. طيب الصورة هنا أنا شايفة two vessels، شايفة two vessels A and B. تمام. A medium sized artery و B medium sized vein. طيب إيه اللي أنا شايفاه؟ بص الأول على الأرتري، معمول من انتما وميديا وادفنتيشيا. الانتما معموله من اندوثيليوم وسب اندوثيليوم، وايه بقى المعرج ده؟ ده يا ولاد الانترنال الاستيك لامينا. الانترنال الاستيك لامينا فيها الاستيك فايبرز برضو فينستريت. هذه الانترنال الاستيك لامينا بتبريفنت الاوكلوجن اوف ذا فيسل. تمام. الانترنال الاستيك لامينا ده هي بتمنع ال الاوكلوجن اوف ذا فيسل. تمام. والتونيكا ميديا معموله من سيركلي ارينجد سموث مصر. طيب ليه سيركلي ارينجد؟ انا كان بالظبط معايا خرطوم كده ميه وانا ماسكاه بايدي، لما اعمل كونستريكشن لما اضم ايدي بعمل كونستريكشن، لما افتحها بعمل ريلاكسيشن. يبقى السموث ماسل دي لازم تكون سيركلي ارينجد تو ريجوليت ذا بلاد فلو، ويبقى معاها برده شويه الاستيك فايب. طيب وبعدين وشايفه هنا ايه زجزاج خفيف كده اللي هي الاكسترنال الاستيك لامينا ثم الادفنتيشيا لوز كونكتيف تيشو فيها اللونجيتيودنال كولاجين فايبر تو افويد الاوفر ديستنشن. تمام. يبقى لو قلت visible feature of identification هتقول لي internal elastic lamina، هتقول لي circularly arranged smooth muscle، هتقول لي thick media،
thin adventitia. ال vein thin wall وال adventitia بتاعتها كبيرة thin wall. endothelium sub endothelium ما عنديش intern elastic lamina والميديا معمولة من circular arranged smooth muscle وقليلة وال adventitia كبيرة وال adventitia كبيرة. فاسل ايه رأيك الفاسل ده ايه؟ تمام؟ ابص عندي كذا كرايتيريا انا شايفاهم بصراحة حلوين قوي. اولا شايفة ده الزجزاج ده مين ده؟ الحاجات اللي طالعة ونازلة ده الانترنال الاوستيك لامينا. الميديا معمولة من الاستيك فايبرز اكتر ولا سموث ماسل؟ لا معمولة من سموث ماسل اهي النوايات بتاعتها اهي تمام؟ وعندي external elastic اهو واضح ثم adventitia. يبقى this is a section in medium sized artery one visible feature of identification. اي حاجة internal elastic lamina the media is formed mainly of circularly arranged smooth muscle thick media اي حاجة. Identify the layer marked by the black line دي التونيكا media. Identify the arrows البلاك arrow الاندوثيليوم او الانتما. اليالو internal elastic lamina الجرين السموث ماسل والبلو الالاستيك فايبرز. تمام تمام ايه رايك في الصوره دي؟ ده فيسل. ايه الحاجه اللي خدت عينك؟ مين ده؟ الانترنال الالاستيك لامينا. وايه دول؟ نوايات بتاعه السموث ماسل. طب ايه ده؟ external elastic lamina. يبقى ده ايه؟ medium sized artery. one is the tunica media. two is the tunica adventitia. the black arrow external elastic lamina. تمام؟ and the blue arrow internal elastic lamina. الشابتر الثالث في الموديول الـ respiratory system. respiratory system عندي two organs the trachea and the lung. في اللونج لازم أتعرف على البرونكس وعلى البرونكيول. respiratory اللي هو terminal bronchiole الـ respiratory bronchiole الـ alveolar duct الـ alveolar sac and the alveoli. إحنا اتفقنا إن الـ respiratory system في جزء بيعمل conduction وجزء بيعمل respiration. الكوندكشن يوصل الهواء. الهواء لازم يوصل ده لازم يكون دافي ومضيف ورطب. تمام؟ دافي عندي blood vessels كتير. الهواء السائع هو بيعدي على blood vessel. تمام؟ بيسخن. الهواء بيبقى رطب عشان secretion mucus و serous. وبيبقى نضيف عشان pseudo stratified columnar ciliated with goblet cell sweep out mucus trapped particles. أما الجزء اللي هيحصل فيه respiration ده gas exchange. وأنا بذاكر التراكيه حلو قوي إن أنا أحضر سؤال how the trachea adapted to do its function. How the trachea adapted to do its function. هنقول إن هي معمولة من ميكوزا وسب ميكوزا وفايبروكارتلاجينس لاير ثم الادفنتيشيا ثم الادفنتيشيا. تمام؟ طيب الميكوزا معمولة من اللايننج إبيثيليوم سودو ستراتيفايد كولامينر سيرييتد وذ جوبلت سيل. سودو ستراتيفايد كولامينر سيرييتد وذ جوبلت سيل أهي بسم الله الرحمن الرحيم. الخلايا دي البيزا والخلايا دهيت هما كولامينر كلهم واقفين على سيم بيزمنت ميمبرين لكن مش كلهم واصلين لليومن. وعندي جوبلت سيل وعندي جوبلت سيل وهي السيلي سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد وذ جوبلت سيل. ايه وظيفتها؟ سويب اوت ميوكس تراب بارتكل. عندنا تراب الميوكس اسيناي تطلع جوبلت سيل عفوا تطلع سكريشن تمسك فيه الدست دهوت والسيليا تحركه بحيث ان انا اخرجه اوت ريسبيراتوري سيستم. تحت الابيثيليوم في الاندرلاين كونكتيف تيشو
ثم في عندي إلاستيك ممبرين عشان نعمل نزود الديامتر بتاع التراكية on need، يعمل ايه زي الاستنشن كده. تمام. طيب ايه سبميكوزا؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن loose areolar connective tissue containing blood vessel ولينفو نير، في mucus و serous acini ولينفاتيك فوليكل. الليمفاتيك فوليكل حماية، الميوكس والسيريس أسيناي عشان يرطبوا الهواء، والبلاد فيسلز يسخنوا. طيب ايه ده بقى؟ ده الفايبروكارتلاجينس لير، عبارة عن ايه؟ عبارة عن سي شيبد هايلاين كارتلج. واحدة واحدة. هايلاين ليه؟ to keep the trachea patent all the time، انا عايزة طول الوقت التراكية مفتوحة. طب ليه مش كومبليت؟ لان لو كانت كومبليت هتضايق الاستراكشر اللي وراها. مين الاستراكشر اللي وراها؟ الاسافجس، والاسافجس از ماسكولار تيوب. تخيل كده لما تيجي تبلع وتحس ان الاكل بيعدي على مطبات الرينج كده، لو كانت موجوده كانت عامله زي المطب. تمام. الكارتليج هايلاين كارتليج افاسكولار بيبقى حواليه الباري كوندري، بيبقى حواليه الباري كوندري. الصورة دي في اللنج عرفت منين؟ عندي الالفيولاي وعندي الالفيولر ساك. انا هنا شايفة الالفيولاي وشايفة الالفيولر ساك. تمام. الالفيولر ساك كأن عندي كذا الفيولاي مفتوحين ايه مع بعض. طيب identify the organ the lung identify the وممكن طبعا لو اقول adult lung يبقى كتر خيرك يعني، طبعا لان انت عارف ان الفيتال lung ده هي بتبقى عاملة زي الجلاند ما بتبقاش فيها ايه هواء. Identify the space indicated by the arrows اللي هي الالفيولر sac. Identify the space indicated by the asterisk alveoli. نمرة أربعة الانتر-alveolar septa. نمرة أربعة الانتر-alveolar septa. يبقى فيها blood vessels وشوية elastic fiber وreticular fiber for support. السكشن ده يا ولاد ان الاورجن اللي هو اللنج، عرفنا منين؟ من الالفيولاي. تمام. طيب ايه الاستراكشر اللي حواليه السيركل اليالو ده؟ انترا بالمونري برونكس. البرونكيال تري ده عباره عن ايه؟ التراكيه اتقسمت لبرونكس، والبرونكس ده اكسترا بالمونري شبه التراكيه، والانترا بالمونري اللي هو داخل اللنج. الانترابالمونري برونكس يقعد ينقسم الى برونكيولز. انا في الاخر عايزه انتهي للمنظر بتاع الالفيولاي عشان يعمل الجاز اكسشينج. هل هذه التغيرات بتحصل فجاه؟ لا، جراديول، يعني كل شويه بفقد حاجه. طيب انا عايزه اعرف ده ايه؟ ده برونكس. ليه؟ عشان دي مين دي يا اولاد؟ البليت اوف هايلاين كارتلج. البليت اوف هايلاين كارتلج. عرفت ان ده برونكس اقدر اجاوب الاسئله عدل. ازاي؟ السهم الاسود ده سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد وذ لاس جوبلت سيل. طبعا انا هنا مش شايف الكلام ده، بس انا عشان عرفت ان ده برونكس عرفت ارد. طيب السهم الازرق سموث ماسل، انت عارف البرونكس سبايرلي ارينجد سموث ماسل، مش باين يا دكتور، معلومه على الماشي كده. هي طبعا اللي قلنا طبعا ليه هي سبايرلي ارينجد عشان انا عرفت ان ده برونكس. المعلومه ان لما اجي اقطع السبايرل كده تي اس بتبقى مقطعه، ما بتبقاش كونتينيوس، ما بتبقاش كونتينيوس. تمام. طيب يبقى الستراكشر ده هو على بعض انترابالمونري برونكس، البلاك ارو سودو ستراتيفايد كولامينر وذ لاس جوبلت سيل، البلو سبايرلي ارينجد سموث ماسل، الريد بليت اوف هايلاين كوتليج، الجرين بص كده عليها، بص كده. انا هنا عندي حاجه مطوله، حاجه مطوله، والمطوله دي معموله الوول بتاعها من الفيولاي. دي ايه دي يا اولاد؟ الفيولار داكت. الفيولار داكت. طيب يا اولاد ايدنتيفاي ذا اورجن ادلت لونج، شايفه الالفيولاي. طيب الاستراكشر ده ايه يا اولاد؟ بدام انا ما عنديش كارتليج يبقى انا برونكيول، يبقى انا برونكيول. عرفت ان انا برونكيول اقدر اجاوب 4 و3 كويس جدا.
أربعة simple columnar ciliated with chlorocell نمرة ثلاثة circularly arranged smooth muscle طيب الصورة ده هي identify the organ it is lung. هنا بقى عايزين نشوف البرونكيولز أخبارها إيه طيب نمرة واحد واتنين هما مفتوحين بالطول. إيه الفرق بين واحد واتنين يا ولاد؟ إن واحد الول بتاعه continuous، اتنين فتح فيه alveoli، يبقى واحد الترمينال برونكيول واتنين الريسبيراتوري برونكيول. طيب تاني اتنين is the respiratory bronchiole، ليه فتح فيه alveoli؟ تمام. نمرة تلاتة alveolar duct الوول بتاعة الأنبوبة معمولة من alveoli وشايفة نبز من السموث مصر طيب لو الالفيولاي مفتحة على بعض يبقى اسمها الالفيولر ساك، ثم دي الالفيولاي، وطبعا دي بلاد فيسلز تمام عشان يحصل الكابيلرز اللي حوالين الالفيولاي عشان الاكسشينج اوف جازز. طب كده الحمد لله خلصنا الموديول ده، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.